أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإلى رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات جميعا ورحمة الله وبركاته. لا شك أن من أعظم المواقف وأهم المواقف بالنسبة للحاج عندما يفرغ من فريضة الله عز وجل، فإن فرحته لا تدانيها فرحة ولا تضاهيها. يكون هذا الموقف بالنسبة للحجاج جميعا ولكل حاج خاصة هو من أسعد اللحظات ومن أسعد الأوقات. لكن تعودنا في مواسم الحج المتتالية أننا نمر بأحداث أليمة تعكر صفو هذا الفرح، وتفسد فرحة الحجاج وأهاليهم وذويهم، ربما لأن حكومة آل سعود لا تريد لهذه الفرحة أن تتم. فما من سنة وما من موسم إلا ويصاب المسلمون بفاجعة كبيرة تفسد هذه الفرحة. وأعظم هذه اللحظات لحظات استقبال أهالي الحجاج وذويهم للحجاج الذين توفقوا لأداء فريضة الحج. خمس حوادث أليمة عصفت بحج هذا العام. أنا لا أتحدث عن الأعوام السابقة. خمسة حوادث أليمة مفجعة صدمت العالم الإسلامي والمسلمين وغير المسلمين بها. رافعة الحرم التي راح ضحيتها أكثر من 110 شهيد وأكثر من 250 جريح ومصاب، ثم حادثة انهيار قمة الجبل على الحجاج وما أودت من ضحايا، ثم حرائق متعددة في مكة المكرمة في سكن الحجاج في فنادق مكة المكرمة راح ضحيتها مجموعة من الحجاج الأفاضل ضيوف الرحمن المهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله. ثم تأتي الفاجعة الكبرى والطامة العظيمة
يوم الخميس يوم عيد الأضحى عيد المسلمين لتنغص فرحة الحج ولتحصد أكثر من 1221 حاج في موقف أليم على الأمة الإسلامية جمعاء، لكنه وكأنه لا شيء بالنسبة لحكومة آل سعود. 1221 شهيد وأكثر من 1000 مصاب وأكثر من 500 مفقود لا يزالون غير معروفين حتى الآن حسب وكالة رويتر بالأمس هذا الرقم أوردت. نعم فاجعة أليمة نجتمع هنا من أجل تأبين هؤلاء الحجاج من أجل مواساة أهاليهم وذويهم.